هاشتاغ كل شي تبغي ضجت به صفحات الفيسبوك. تنقلنا لأحد الشواطئ بولاية عين تيموشنت ولاحظنا للكسكس وأطباق تقليدية أخرى ترسم مشاهد الطاولات على الشواطئ. الكثيرون يرون أنها أفضل بكثير من الناحية الصحية والغذائية. الحمد لله رانا كلنا الطعام تاع الشيباني الحمد لله، وحنا ناكلوا حاجة زعما على حسابنا، ما نروحوش نشرو حاجة كما يقول لك اللي تفوت طاقتنا. هذه وشبعنا بها ودوك باغي نفوتوا عاومة شابة. تما كبير باش نروحوا حنايا عند لي زيستورون تاكل زيوتات وتاكل هاد الصوالح، زعما الانسان يروح يجي حاجة من دارها خير له، ولا يطيبها في الدار ولا ياكل حاجة نقية. الفنادق هي الأخرى ومن خلال إطعامها المفتوح وجهت نصيبها الأكبر من قائمة أطباقها للأكلات التقليدية. كاين أطباق اللي يبغيو الماكلة التقليدية يعني يحبوها، وحنا ثاني موجودين باش نكونوا يعني حاضرين في يعني للزوج في يعني تاع التقليديه، ومن طون كاين اللي يحب صوالح ثاني تاع لا ريستوراسيون نورمال. المواطن يفضل الاكلات المنزليه التقليديه كونها صحيه، اما الفنادق للتعريف بتقاليد الجزائر العريقه. لتبقى الاكلات التقليديه الجزائريه رمزا للهويه.